بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. السادة الزملاء الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة التعليم الطبي المستمر مع حضراتكم محمد عبد الباسط، مدرس مساعد قلب جامعة الزازي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على اليوروبيان جايدلاينز بتاعة الديسليبيديميا اللي اتنشرت 2016، وزي ما اتفقنا الموضوع هيكون ماشي بصورة case based discussion. بفكر حضراتكم تحت الفيديو ان شاء الله هيبقى في اللينك بتاع البري تيست والبوست تيست والليكتشر ايفالويشن لينك، ودي الكونتاكت انفورميشن، اسعد بتواصلكم معايا ان شاء الله. طبعا مفيش داعي بقى اكرر يعني ايه كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3، قلناها في الجايد لاينز السابقه بتاعت الاستيمي والدول انتي بليتلت، والليفل اوف ايفيدنس برضو قلناها. النهارده ان شاء الله في بارت 1 من الديسليبيديميا هنتكلم ازاي نحسب السكور على حسب اليوروبيان جايد لاينز سكور ريسك، وايه الانترفنشنز بيزد اون سكور، وايه اللايف ستايل مانجمنت والتارجت اوف ليبيد لورنج ثيرابي. مبدئيا السكور كالكيوليشن، تعالى كده نشوف مع بعض الحالة دي. ميل بيشنت عند 59 سنة، سموكر، نوت دايابيتك، نوت نون هايبرتنسيف، بريزنت تو يو كومبلينينج اوف ستيتشنج شيست بين على الرايت سايد، انكريز ويز انسبيريشن. هي اسك اباوت هاو تو بروتكت هيم سيلف اجينست هارت اتاك. حضرتك هتطلب شوية حاجات علشان تحسب له السكور ريسك. The following are recommended to assess his 10-year risk of cardiovascular disease except age, gender, smoking, total cholesterol, systolic blood pressure, diastolic blood pressure. لو شفنا الشارت بتاعت السكور ريسك هنبص نلاقي الايتيمز اللي داخلة فيها ايه؟ في عندك الايج، وفي عندك السيستوليك blood pressure، في عندك السموكينج سموكر ولا نون سموكر، وعندك الجندر ميل ولا فيميل، وعندك تحت هنا التوتال كوليسترول. انما الدايستوليك بلاد بريشر مش داخل معانا في الحسبه، فالاجابه الصحيحه هي الدايستوليك بلاد بريشر. الدايستوليك بلاد بريشر ما بيدخلش معانا في حسبه ال 10 year risk of cardiovascular disease. طيب لو قلت لحضرتك إن واحد عنده 59 سنة من مصر، سموكر، نوت دايابيتك، نوت نون هايبرتنسيف، وبرضه هو نفس العين جاي بيشتكي من شيست بين، وحضرتك شفت له السيستوليك بلاد بريشر لقيته 130، والتوتال كوليسترول طلع 150 مللي جرام بير ديسيليتر، ازاي نحسب له التين يير ريسك يوزنج سكور شارت؟ مبدئيا حضرتك لما تيجي كده تفتح الجايد لاينز هتلاقي فيها عندك كده سكور للناس الهاي ريسك وفي شارت للناس اللو ريسك. طب ايه قصه الهاي ريسك واللو ريسك؟ امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده؟ حضرتك لما تدخل على الموقع بتاع الاوروبيان جايد لاينز نفسه علشان تعمل تحسب السكور في الالكترونيك كالكيوليتور، قال لك ان في دول داخله في الهاي ريسك وفي دول داخله في اللو ريسك، وزي ما انتم شايفين هنا مصر منوره في مين؟ مصر منوره في الدول الهاي ريسك. اذا اي واحد مصري هتطبق عليه التشارت مين؟ التشارت بتاعت الهاي ريسك. جميل، يبقى احنا هنطبق التشارت بتاعت الهاي ريسك مش اللو ريسك. ده راجل صح؟ وسموكر، والتوتال كوليسترول بتاعه كان 150، وكان السيستوليك بلاد بريشر بتاعه، تعالى كده نرجع نشوف تاني، السيستوليك بلاد بريشر بتاعه كان 130 صح. فانت لو دخلت على الشارت هتلاقي السكور بتاعه هنا طالع كام؟ طالع 6%. لو رحت على اليمة دي هتلاقي ان السيستوليك بلاد بريشر بتاعه 140، يعني فوق 120 واقل من 140. وعندك هو ميل بيشن وسموكر، والتوتال كوليسترول بتاعه 150،
والسن بتاعه كان 59 سنة، فهو في الكاتيجوري بتاع 55. لما تيجي بقى تطبق عليه في الالكترونيك كالكوليتور، تيجي بقى دي سهلة خالص، بتدخل فيها الايتمز على جنب وهو يروح مطلع لك السكور على طول، يقول لك السكور بتاعه 6%. السكور بتاعه كام؟ 6%. اذا لو طبقته عن طريق الشارت او طبقت عن طريق الالكترونيك كالكوليتور هيطلع السكور بتاعه 6%. طيب ميل بيشنت عنده 40 سنه من مصر، يعني هنطبق عليه الهاي ريسك سكور، سموكر، نوت دايابيتيك، نوت هايبرتنسيف. هي اسك اباوت هاو تو بروتكت هيم سيلف اجينست هارت اتاك، والسيستوليك بلاد بريشر بتاعه 110 والتوتال كوليسترول كام؟ 220. لو دخلنا على الالكترونيك كالكوليتر هنبص نلاقي ان الريسك بتاعه 1%، الريسك بتاعه 1%، بس العيان ده سموكر وعنده very high levels of total cholesterol. صحيح مش very high لدرجة ان هو يدخل في ال high risk level، بس اكيد هيبقى اكتر من نظيره في السن اللي ما عندوش risk factor. ايه هو ال relative risk بتاعه؟ لما تيجي تدخل على الشارت دي هتبص تلاقي ان هو سموكر وعنده التوتال كوليسترول عالي، تمام، هيبقى الريسك بتاعه الريلاتيف ريسك 4 أضعاف نظيره اللي في نفس المرحلة العمرية وزاوت ريسك فاكتور. يبقى الريلاتيف ريسك بتاعه ايه؟ 4-fold as وزاوت ريسك فاكتور. طب ايه الريسك ايج بتاعه؟ يعني ايه حوار الريسك ايج دوت؟ يعني هو بالريسك فاكتور يساوي الريسك بتاعه يساوي الريسك بتاع واحد عمره قد ايه من غير ريسك فاكتور، مش هو 1%؟ فتروح الخانه اللي ما فيهاش ريسك فاكتور خالص، لا سموكر ولا هايبرتنشن ولا ديسليبيديميا. ده عنده كام سنه؟ عنده 50 سنه. هو الراجل عنده كام سنه؟ عنده 40 سنه، بس الريسك بتاعه علشان الفيري هاي ليفلز اوف كوليسترول طالع في نفس الريسك بتاع واحد عنده 50 سنة بس من غير ريسك فاكتور. اذا الريسك ايج بتاعه 50 years old. طبعا الالكترونيك كالكوليتور ممكن يطلب منك تدخل اتش دي ال، طبعا بيفرق شوية، بيرفع او بيقلل السكور ريسك. والنقطة التانية قال لك ايه، والنقطة دي كان عليها خلاف كتير كبير بيننا وبين أساتذتنا، اللي هو قال لك إن الـ person blood pressure والtotal cholesterol HDL طبعا بيستخدم، والrisk estimates will need to be adjusted upward as the person approach the next age category. أنا وجهة نظري إن هو approach the next age category، يعني مثلا يكون 59.5، يعني فاضل له 6 شهور يبقى 60، لا عامله على انه 60. انما لو هو 58 سنه، لا يبقى هو لسه فاضل له سنتين في الكاتيجوري بتاعته، يبقى اعتقد دي وجهه نظري ان هو مش هي ابروتش النيكست ايج كاتيجوري. لما نرجع كده للريسك سكور، يعني هنا الريسك سكور مثلا في عندنا من 55 لغايه 60 سنه، هي واضحة وصريحة، اللي يبقى أقل من 60 هيدخل في الكاتيجوري بتاعت مين؟ 55. بس لو طلع 59.5 أو 59.8 شهور و9 شهور و10 شهور، فاضل له شهور ويكون 60 years old، لا عامله على إنه 60 years old. طبعا يعني نحترم آراء الأساتذة بتاعتنا إن احنا نأبروتش لو كان سنه 58 أو 59 سنة. وفي الاخر يعني we must Egyptianize the guidelines، لان احنا عندنا الريسك فاكتور طبيعته مختلفة وطبيعة الشعب نفسها مختلفة. هل في فاكتورز تمودفاي السكور ريسك؟ طبعا في عندنا السوشيال ديبريفيشن والاوبيستي والفيزيكال انكتيفيتي وفاميلي هيستوري واوتو اميون وسايكارتيك، طبعا دي كلها بتمودفاي السكور ريسك ابورد او داونورد. في عندنا 4 كاتيجوريز من السكور ريسك،
في ناس very high risk، في ناس high risk، في ناس intermediate risk، وفي ناس low risk. ال very high risk اللي هو أخطرهم، في ناس هتاخدهم كده ترميهم في الكاتيجوري بتاعت ال very high risk من غير ما تطبق السكور. ومين دول؟ لازم نعرفهم واحد واحد. واحد جاله مايوكاردال انفاركشن قبل كده، واحد جاله اكيوت كورونر سيندروم، واحد عمل كوروناري ريفاسكولاريزيشن او اذر ارتيريال ريفاسكولاريزيشن، واحد جاله ستروك او ترانزينت اسكيميك اتاك، واحد عنده اورتيك انيوريزم او بريفرال ارتري ديزيز، او واحد في الايميجنج عنده سيجنيفيكانت بلاك اون كورونري انجيوجرافي او كاروتيد الترا ساوند، وقال لك مش داخل معاك في الفيري هاي ريسك اللي عنده سم انكريز ان ايميجنج بارامتر زي الانتيما ميديا سيكنس. بس ده لا يعتبر احد الفيري هاي ريسك انديفيدوالز. مين تاني فيري هاي ريسك؟ الديابيتيك اللي معاه تارجت اورجان دامج زي البروتينوريا، او معاه ميجور ريسك فاكتور زي السموكينج او ماركت هايبر كوليستيروليميا او ماركت هايبر تنشن، واحد عنده سيفير كرونيك كيدني ديزيز الجي اف ار بتاعه اقل من 30، دول يعتبروا فيري هاي ريسك من غير ما تطبق عليهم سكور. طب لو ما فيش دول يبقى هتطبق عليهم سكور ريسك، هي مكتوبه هنا غلط. لو لقيته اكتر من او يساوي 10% يبقى ده فيري هاي ريسك. اتفقنا؟ طب مين الهاي ريسك؟ هاي ريسك اللي عنده ماركت اليفيشن لسنجل ريسك فاكتور، وحددوها هنا في الجايد لاينز، قال لك ان الكوليسترول يبقى اكتر من 310 والبلاد بريشر يبقى اكتر من او يساوي 180 على 110، دول يدخلوا ضمن الهاي ريسك. ومعظم الدايابيتك التانيين اللي ما عندهمش تارجت اورجان دامج اكسبت الراجل الشباب اللي عنده تايب 1 دايابيتس وما عندوش اي ريسك فاكتور تاني، ده ما يدخلش في الكاتيجوري بتاع الهاي ريسك. ما دون ذلك اي تايب 2 دايابيتس وزاود تارجت اورجان دامج يدخل في الهاي ريسك، انما لو معاه تارجت اورجان دامج او فيري هاي ريسك فاكتورز هيدخل في الفيري هاي ريسك. تالت حاجه المودريت كرونيك كيدني ديزيز من 30 ل 59 جي اف ار، او انك طبقت عليه السكور ريسك لقيته اقل من 10% بس اكتر من او يساوي 5%. المودريت ريسك اللي يطلع السكور بتاعه اكتر من او يساوي 1% واقل من 5%، واللو ريسك هو اقل من 1%. احنا كده عرفنا ازاي نطبق السكور كالكوليشن، وانا انصح حضراتكم ان انتم تستخدموا الالكترونيك كالكوليتور، حتى هو بيديك ريكومنديشن لو انت مكسل تفتح الجايد لاينز يقول لك الريكومنديشن ايه بناء على السكور اللي انت طلعته. وكمان ممكن تعمل للعيانين بتوع حضرتك داتا بيز على الموقع بحيث تتابعهم مع مرور الوقت. تاني اوبجكتيف النهارده الانترفينشن بيزد اون سكور ريسك. نرجع للراجل اللي كان عنده 40 سنه من مصر وكان السكور بتاعه 1%. لو حضرتك عرفت ان ال LDL بتاعه 160 والسكور بتاعه 1%، هل تعمل لايف ستايل مانجمنت وتدي دواء لو ان كنترولد LDL ليفل، ولا هتبدا دراج ثيرابي فروم ذا ستارت؟ قال لك لو هو انترميديت ريسك، بص وال LDL ليفل من 155 لاقل من 190، هو ال LDL بتاعه كام؟ 160. قال لك تعمل لايف ستايل اند كونسيدر دراج اف ان كنترول ذا كلاس 2A ليفل اوف ايفيدنس A. يبقى الاجابه الصحيحه ان احنا هنعمل لايف ستايل مانجمنت اند دراج ثيرابي اف ان كنترول. طب اخينا اللي كان عنده الريسك بتاعه 6%، لو حضرتك عرفت ان ال LDL بتاعه 110، هو 6% ده يقع في الكاتيجوري بتاع مين؟ صح، الهاي ريسك. تعمل لايف ستايل مانجمنت اند دراج اف ان كنترولد، ولا لايف ستايل مانجمنت اند دراج فروم ذا ستارت؟ تعالى كده نشوف، وال LDL بتاعه كام؟ 110 وهو هاي ريسك. اذا هتعمل لايف ستايل ادفايس اند دراج تريتمنت فور موست،
ده class 2A level of evidence A. جميل، كل مرة تشوف الريسك بتاع العيان بتاعك، تشوف ال LDL level وتختار من هنا الخانة اللي تناسبه وتمشي معاه. حضرتك كده هتحميه وتبروتكت هيم فروم كارديوفاسكولار ديزيز. فالإجابة الصحيحة هي لايف ستايل مانجمنت اند دراج فروم ذا ستارت. كلاس 1 ريكومنديشن ان حضرتك تستخدم السكور للاسيمتوماتيك ادلت اكتر من 40 سنة without evidence of cardiovascular disease, diabetes, chronic kidney disease او familial hypercholesterolemia. واحد ما عندوش ريسك فاكتور طبق عليه السكور ريسك، وده كلاس 1 ريكومنديشن. لو انت عندك هاي ترايجلسرايد ليفلز، قال لك انك تعتمد اكتر على النون اتش دي ال كوليسترول كسترونج اندبندنت ريسك فاكتور. الابو بي ممكن تستخدمه برضو في الهاي ترايجلسرايد ليفلز. اللايبوبروتين A تستخدمه خاصة لو العيان ده عنده family history of premature cardiovascular disease. الريشيوز ممكن تستخدم بس بـ recommendation أقل class 2B recommendation، أبو B على الأبو A أو non-HDL على الـ HDL cholesterol. طب اللايبوبروتين A screening، the following should be considered for lipoprotein A screening except family history of premature cardiovascular disease, recurrent cardiovascular disease despite optimal lipid lowering treatment, familial hypercholesterolemia, premature cardiovascular disease, score أكتر من أو يساوي 1%. الحقيقة كلهم indications للايبوبروتين A screening ما عدا إن السكور أكتر من 1%، لو السكور أكتر من أو يساوي 5%، فالإجابة الخاطئة أو accept سكور أقل أكتر من أو يساوي 1%. lifestyle management طبعا دي نقطة مهمة جدا، سواء كنت هتعمل lifestyle without drug أو lifestyle with drug، إيه lifestyle المفروض حضرتك تعمله؟ no smoking at any form، الدايت healthy diet low in saturated fat with focus in whole grain اللي هي الحبة الكاملة، vegetables, fruit and fish. physical activity من 30 ل 60 دقيقة in most days. vigorous, moderately vigorous physical activity. البودي ويت، حافظ على البودي ماس اندكس من 20 ل 25. الويست أقل من 94 في الرجالة وأقل من 80 في الستات. البلد بريشر خليه أقل من 140-90. دي معلومات كده عامة. لو أنت عندك اللي عالي قوي هو ال LDL والتوتال كوليسترول، أكتر لايف ستايل يقلله هو إنك تقلل الدايتري ترانس فات وتقلل الدايتري ساتوريتد فات. لو اللي عالي عندك ترايجلسرايد، أكتر حاجة تقلله إنك تقلل الوزن وتقلل الكحول انتيك. لو العالي عندك اتش اللي واطي عندك اتش ال وعايز تعليه، قلل الترانس فات وزود الهابيتوال فيزيكال اكتيفيتي. نصيحتي في جدول الاكل ده ان حضرتك تترجمه للعربي وتكتبه بشكل مفهوم للمرضى بتوعك، وتحرص انك تخليهم ياكلوا الاكل الصحي وتبعد عن الاكل الضار. طبعا احنا كل الاكل بتاعنا في مصر بيقع في الخانه الضاره اللي هي المفروض ان احنا ناخدها في limited amount. كلنا بناكل ايس كريم وكيكة وفطاير ومعجنات، دي حياتنا كل يوم. السنترال obesity is defined as waist circumference equal or more than 94 في الرجالة، 80 في الستات، 102 في الرجالة، 88 في الستات، 90 في الرجالة و80 في الستات. بص، هو اليوروبيا الرجالة أكتر من 94 والستات أكتر من أو يساوي 80، وطبعا لغاية لما يبقى عندنا داتا إحنا ملزمين إن إحنا نمشي على اليوروبيا داتا، الأرابيك بوبوليشن هنمشي على اليوروبيا داتا لغاية لما يبقى عندنا داتا. فالإجابة الصحيحة هي أكتر من أو يساوي 4
و90 في الرجالة و80 في الستات. طبعا كل ما نقلل في الترانس فات ونقلل في الساتوريتد فات ونزود البولي ان ساتوريتد، ده طبعا هيدينا قوة في اللايف ستايل مانجمنت الحركة عامل. التارجتس اوف ليبيد لورنج ثيرابي بقى، the following could be treatment target of lipid lowering therapy except، يعني ممكن تعمل تارجت لكل اللي جاي ما عدا واحد، ال LDL وال HDL total cholesterol الابو بي. ال LDL معانا وال total cholesterol non HDL والابو بي معانا، انما ال HDL وال ratios not recommended انها تبقى treatment target. جميل. وعلى فكرة وطلع كمان داتا جديدة عن الكوليسترول استر ترانسفير بروتين وازاي انها زودت ال HDL وفي نفس الوقت ما عكستش المنفعة دي على المورتاليتي، وقال لك ان ال HDL اللي بتزوده دوت dysfunctional HDL، واحنا مستنيين الترايلز الجديدة اللي هتطلع بهذا الصدد. اذا ال HDL is not recommended ان هو يكون treatment target لحضرتك. نرجع لأخينا اللي كان من مصر اللي السكور بتاعه كان 6% وحضرتك هتعمل له دراج سيرابي فروم ذا ستارت. ايه التارجت بتاعك؟ هو ال LDL بتاعه 110، التارجت بتاعك ايه؟ بص انا عملتها لكم كده في جدول صغير بحيث ان احنا نفتكر. ال LDL في ال very high risk اقل من 70، زود 30 في ال high risk يبقى 100، زود 15 يبقى moderate، في ال moderate risk يبقى 115. هنرفع 30 وهنمشي بنفس السيستم في النون اتش دي ال تارج، في الفيري هاي ريسك اقل من 100 زود 30 في الهاي ريسك اقل من 130 زود 15 في المودريت ريسك اقل من 100 45. الابو بي في الميتابوليك سيندروم يستحسن في الفيري هاي ريسك يبقى اقل من 80 والهاي ريسك يبقى اقل من 100. الترايجلسرايد والاتش دي ال not a target، ولكن better انك تخلي التراجل سرايد اقل من 150 والاتش دي ال في الرجاله اكتر من 48 وفي الستات اكتر من 48. خلي بالك بقى في استثناء في ال LDL. في الفيري هاي ريسك المفروض تخلي ال LDL اقل من 70. طب لو هو جاي لك اصلا مش ماشي على ادويه وال LDL بتاعه من 70 ل 135، قال لك تعمل 50% ريدكشن لل LDL وكذلك في الهاي ريسك. هو اصلا جاي لك هاي ريسك وما بياخدش ادويه وال ال دي ال بتاعه من 100 ل 200، لا تعمل 50% ريدكشن، ما تكتفيش ان هو يبقى جاست ان هو اقل من 100. فاخينا دوت عنده ال ال دي ال بتاعه 110 ومش على ميديكيشن وهو هاي ريسك، يبقى التارجت بتاعه 55 اللي هو ايه؟ اتليست 50% ريدكشن في ال ال دي ال كوليسترول. احنا كده خلصنا ازاي نستخدم السكور ريسك، ازاي تانترفين اكوردنج للسكور ريسك، ايه اللايف ستايل مانجمنت اللي حضرتك مطالب بيها، ايه التريتمنت تارجت بتاع حضرتك. بفكر حضرتك بالبري والبوست تيست لينك، ليكتشر ايفالويشن لينك، الكونتاكت انفورميشن، ونشوف حضراتكم مع بعض ان شاء الله في بارت 2. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.